اخويا حنايا راه لحد الان طوموبيل ما عرفناش شنو وقع ليه. السيد طلع عمره دا يبيع 10 طوموبيلات، ماشي شي واحد شمكار ولا شي واحد سكيري ولا حشيشي ولا خمزيانش ولا السلوك ديالو حسن مع الناس كاملين. يلا تلاقيت مع هادي سيمانه، تلاقيت مع انا وخويا وهضرت معاه ضحكت معاه سلم عليا ايه كدير مع كونوره وهادي وهادي، وضحكت انا وهي عادي ما في حتى شي حاجه. انا لحد الان انا مصدومه ما عرفتش اشنو واقع. لا عنده لا ولاد لا والو، عايش بخير، عائله بخير، ماشي شي عائله دايرين عائله بخير على خير. والسيد الله عمرها دار مزيان، ماشي شي واحد زعما كاين اللي نقول لك خايف السلوك ديالو ولا هادي. كيبيع 10 طوموبيلات خدام مزيان بخير، خاصها حتى شي حاجه. اخويا اش غنقول لك، خبر من جانا لحد الان انا مصدومه، قلت لك انا مصدومه كنقول واقيلا هادشي غير كذوب فهمتي. انا لحد الان مصدومه، ما نقدرش نقول لك مصدومه مصدومه، ما فهمتش اشنو السبب الضوعي. كريم وبعقلو واعي كسبش عمرو شحال عمرو اخويا شحال عمرو؟ غتكون المواليد ديال 64 65
ما عنده لا وليدات لا والو كي ما عنده لا ما عرفوش الاسباب اللي دعاتو ينصح لا تدخل لدارهم ووقع اللي وقع. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا اخي. انا راه استغربت من بشعيب صديق ديالي بزاف وديما يومين جالس معايا في القهوه هنا الجوهره يومين في الصباح تيسلم عليا وجالس معايا ما عمروش كاع على شي حاجه ما عمرو قال لي عندي شي مشكله. راه شاطر راجل طيب وصديق والله يرحمه ويجدد عليه الرحمات في هذا النهار. ولكن انا قبيله استغربت راه قبيله ما عطنا سلم عليا حدا دارو الهي الهي في القنت سلم عليها وتيضحك بخير وعلى خير ما عنده حتى شي حاجه ما في نيتو ما كاينه حتى حاجه ما قال لي تضحك معايا سلم عليا قبيله غير ما عطناش الهي في القنت حدا دارو لا لا نشيط الله يرحمه نشيط راجل طيب بزاف الله يرحمه روح. كيفاش تلقيتو الخبر نتوما كيجي؟ انا دابا انا ناعس راه جا فيقني ولدي قال لي با واحد صاحبك انتحر. كيفاش انتحر؟ قال لي بشعيب صاحبك اللي تيسمعك في القهوه جوهره ذاك السيد اللي تيبيع ويشرب ناري دخت والله الا دخت بالله انا نطمن نعس دابا جيت نجري من النعاس ديالي جيت نجري الله يرحمه بشعيب صديق ديالي كنعرف عائلته ونعرف خوتو ونعرف كل شيء زعما وكابر معنا في الدرب كان معنا في الحومه هنايا ماشي نقولوا زعما ديال سنين كابر معنا وما عمرنا سلمنا شي كلمه ديال العين اخر مره شفتو البحث عشيه بحال لقيصه لا في العرصه كان ديك كنا واقفين في العرصه حتى دابا ديك القهوه سدوها بقى فينا ذاك الولد كان جو خوت مايا جا هو جا بقى واقف معنا كيضحك معنا بحالكم ما بانت لي حتى شي حاجه كيضحك وبخير ومشى بحاله لا والو 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 مش عمر ما تخاصم مع شي حد عمر ما تناقر مع شي حد صراحه هي هذه نقولوها ماشي شي واحد نقولوا شي واحد خايب ولا شي حاجه سميتها لا عمر هذا لا عمر سلعه لا عائلته ولا دارهم ولا خوتو ولا ولاد عمو كلهم كنعرفهم انايا صراحه هي هذه شكرا الله يرحمه ويوسع عليه اخويا